مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا للتحضير لاختبار الجنسية الكندية. اليوم في هذه الحلقة حنكمل في كتاب Discover Canada، الحلقة رقم 19. حنحكي عن صفحة 46، فخلينا نغوص في الكتاب. طبعا في ناس قاعدة تستنى. يا سلام، أهلا وسهلا فيك يا سامر، إن شاء الله. طيب اليوم حنحكي شوية عن بعض البروفينسز. أول واحدة الأتلانتيك بروفينسز اللي هم حكينا أربعة إذا بتتذكروا. معظم الأتلانتيك بروفينسز اللي هم في أقصى الشمال الغربي من كندا، أو الشرقي سوري من كندا، هاي البروفينسز عندهم كول وينتر، بارد الشتاء، وفي عندهم هيميديتي في السمر او رطوبه عاليه في السمر. خلينا نتكلم شويه عنهم. اول واحدة نيوفاوندلاند اند لابرادورز، حكينا هاي هي ذا موست ايسترن بوينت، اكثر منطقه في الشرق بكندا. يعني طلع الخريطه هي اكثر منطقه في الشرق، وإلها تايم زون خاص فيها، الوقت التوقيت اللي بيختلف عن باقي كندا. وهاي البروفنس عندها هيريتج، يعني ثقافة رائعة، معظمها مرتبطة بالبحر. the process هذه البروفنس عندهم أكثر إشي السمك الصيد، وخاصة في أماكن فيليجز خاصة بتروح لبس للسمك. وفي عندهم برضو أوفشور أويل اللي هو النفط اللي موجود في البحر، وجزء من هذا لكنها لا تعتبر من المقاطعات الغنية. وعندهم برضو كهرباء، إنتاج كهرباء من الماء. المقاطعة الثانية وهي أصغر مقاطعة موجودة في كندا اللي برنس إدوارد آيلاند، هي عبارة عن جزيرة اللي بسموها PEI. مشهورة هاي الجزيرة إنه عندهم تربة حمراء، وعشان هيك عندهم الزراعة من أشهر ما تكون، وخاصة البطاطا، معروفة بطاطا PEI. بيحكوا إنه PEI أو أهم شيء هي Birthplace of Confederation، هي مكان اللي ولدت فيه الكونفدرالية الكندية. بترتبط مع الأرض الكندية بجسر اسمه هو the longest continent multi-span bridge، أو أطول نهر بسموه the confederation bridge، صراحة رائع جدا. في قصة مشهورة اسمها Anne of Green Gables، هاي مشهورة القصة، مكتوبة في هذا المكان في PEI. ويعني كتير ناس اللي بيحبوا يقرأوا الليتريتشر أكيد قارئينها، يعني من الشغلات العالمية، عن بنت شعرها أحمر كانت يتيمة. المقاطعة الثالثة نوفا سكوشا. خلينا بس نذكر سريعا بالعواصم. نيوفاوندلاند لابرادور عاصمتها سان جونز، برنس إدوارد آيلاند عاصمتها تشارلي تاون، نوفا سكوشا عاصمتها هاليفاكس، وهي أكثر مقاطعة فيها وأشهر مقاطعة وأغنى مقاطعة بين هدول الفور provinces. عندها ريتش هيستوري زي ما حكينا، في فرنش كتير موجودين غاد، وانجليش نفس الاشي. معظم شغلها بالشيب بيلدينجز، بناء السفن، صيد الاسماك وشيبينج، لانها بورت او ميناء كبير. تعتبر هي the largest، اكبر ميناء في الشرق الكندي، لأنه ما بتتجمد مياه المحيط عندها، في نيوفاوندلاند تتجمد. الكابيتال زي ما حكينا هاليفاكس، لعبت دور كبير في كندا، لأنها هي كندا largest navies base، هي أكبر بيز للبحرية الكندية، ولأنه غاد في كتير بتلاقوا ناس من البحارة موجودين بعيشوا في عندهم coal mining أو تعدين الفحم لمدة طويلة. كانت الزراعة والتحطيب برضو عندهم موجودة، وعندهم برضو offshore oil and gas، عم بحاولوا أنه
يدوروا على، او في اماكن تنقيب بس مش كثيره طبعا. هلا في كلتشر كثير موجود في هاي المدينه، في عندهم فيستيفالات كثير حوالي 700، وزي ما حكينا هم من اشهر الاماكن للميليتري، عشان هيك في عندهم فيستيفال جميل جدا في هذه المقاطعة. الصفحة اللي بعدها أو المقاطعة الرابعة بين المقاطعات اللي هي نيو برونزويك. نيو برونزويك كان عاصمتها فريدريكتون، وهي فيها أماكن رائعة. بدأوها اليونايتد إمباير لويالست، إذا بتتذكروا حكينا عنهم، هدول اللي هربوا من أمريكا لما صارت الثورة إلى كندا، عشان هم أو مواليين للنظام البريطاني. عندهم أكبر largest river system في North America, the longest، تعرفوا اللي هو موجود في هذه المنطقة، اللي هو بسموه سان جون ريفر. تتذكروا حكيت لكم بس تنتبهوا من شغلة معينة، إنه في مدينة اسمها سان جون ساحلية في نيو برونزويك، العاصمة تبعت نيوفاوندلاند اند لابرادور اسمها سان جونز. سان جونز ناس، can I ask some question؟ طبعا تفضل اكتب الأسئلة تبعتكم. please can you leave your mobile؟ لا انا اعتذر، ما بقدر اعطي تلفوني، اعتذر جدا. طيب نكمل هون. في عندهم agriculture, fishery, mining. اجريكلتشر زراعه، فيشري اللي هم تسمي السمك، المايننج اللي هو التعدين، وفود بروسيسنج. في عندهم توريزم كبير، تصنيع اغذيه. سان جون هي اكبر مدينه، مع انه العاصمه تبعتهم فريدريكتون، وفيها مدينه ثانيه اسمها مونكتون، هي اكبر مدينه موجوده فيها فرنسيين. للعلم عاصمه نيو برونزويك اذا بتتذكروا حكينا عن موضوع اللغات، هي المقاطعة الوحيدة اللي عندها في المقاطعة اللغة الفرنسية والإنجليزية متساوية، بايلينجوال. حكينا احنا فيدرالي، اللغة الإنجليزية والفرنسية متساوية، بس بالمقاطعات لا، هاي هي المقاطعة الوحيدة اللي عندهم بايلينجوال. نيو برونزويك زي ما حكينا officially the only officially bilingual province. حوالي ثلث السكان بتكلموا اللغة الفرنسية في هذه المقاطعة، وفيها كتير فرنش وهيريتج خاصة الأكيديان إذا تذكرتوا حكينا عنه. نحكي الآن عن سنترال كندا أو المقاطعات اللي في وسط كندا. في مقاطعتين اللي هم كيبيك وأنتراليو، وهم بيعتبروا أكبر مقاطعتين. مقاطعة كيبيك تعتبر أكبر مقاطعة بعدد بالحجم بالمساحة، وثاني أكبر عدد مقاطعة بالسكان. أنتاريو أكبر مقاطعة بعدد السكان وحجمها كبير كمان. طبعا الجو أفضل من غيرها من المقاطعات الشرقية، ولكن برضو ليس بالداخل، وهم يعتبروا أول مقاطعتين تم تأسيسهم في كندا. كيبيك، خلينا نحكي عن مقاطعة كيبيك. في حوالي 8 مليون شخص بيعيش في كيبيك، معظمهم بيعيشوا جنب سان لوران ريفر، لانه هذا المنطقه الحيويه في المقاطعه. اكثر من ثلاث ارباع السكان بيتكلموا فرنسي، ثلاث ارباع السكان لغتهم الرسميه، واللغه الرسميه في مقاطعه كيبيك هي اللغه الفرنسيه، ويعتبروا حالهم هم الفرنكوفون تبعون كندا. معظم الاندستري تبعتهم او العمل اللي هو فورستري، اللي هو الخشب، الانرجي، بسووا مياه كهرباء من طريق المياه، والتعدين ايضا من اهم الشغلات. في البروديوسر، هم المين بروديوسر في كندا، او اهم منتجين في كندا للبولب اند بيبر، البيبر الورق، وهم أكبر مصنع للهايدرو إلكتريسيتي، الماء، الكهرباء عن طريق توليد المياه، وهذا وهم بصدروا حتى لمقاطعات أخرى ولأمريكا كهرباء. عندهم كتير فارماسوتيكال أو تصنيع أدوية موجود،
تصنيع للفضاء. عندهم أكبر مصنع اللي في كندا لتصنيع الطائرات والصواريخ اللي بسموه بومبردير، وهذا المصنع مهم جدا في الاقتصاد الكندي. كيبيك برضو عندها فيلم اندستري، تعتبر هي هوليوود تبعت كندا. عندهم ميوزك برضو، وطبعا بعض الكتاب والأمور هاي. ومونتريال عاصمة، مش العاصمة التجارية بدي أحكي، عاصمة كيبيك مدينة كيبيك اسمها كيبيك سيتي. مونتريال هي أكبر مدينة في كيبيك، وهي ثاني أكبر مدينة في كندا، وتعتبر العاصمة التجارية أو الاقتصادية، وهي أكبر ثاني مدينة في العالم تتكلم الفرنسية بعد مدينة باريس، يعني حتى أكثر من بعض المدن الفرنسية الثانية. مقاطعة أنتاريو هي ثاني مقاطعة في السنترال بارت، وعاصمتها تورونتو. هذه الصورة لتورونتو، هذا السي أن تاور، فيها حوالي 12 مليون، هلأ أكثر شوية. معظم السكان في كندا، أو ثلث سكان كندا بعيشوا في مقاطعة أنتاريو. معظم الشغلات اللي موجودة فيها الناتشرال ريسورسز أو الموارد الطبيعية مهمة جدا، والصناعة. زي ما حكينا تورونتو هي أكبر مدينة في كندا، ورابع أكبر مدينة في نورث أمريكا، وتعتبر هي العاصمة، وهي the main financial hub. في ستوك ماركت موجود، ومعظم البنوك والشركات الكبيرة بتكون لها سواء فرع رئيسي أو فروع أخرى. كثير ناس بيشتغلوا غاد في المانيفاكتشر، أو بيشتغلوا في أونتاريو بالتصنيع، خاصة صناعة السيارات. بعض النياجرا ريجن معروف لصناعة الواين، أو شو بسموه، النبيذ. برضو الفواكه مشهورة. طبعا كيبيك، أنا نسينا نحكي شغلة عن كيبيك، إنه مشهورة بصناعة الميبل، ميبل سيرب. هي أكثر من 70% من كل الميبل، شراب القيقب بسموه الحلو هيك طعمه، من كيبيك، وحوالي 20% من أنتاريو، والباقي من حوالين العالم، 10% بس في العالم. طبعا أنتاريو برضو بدأت عن طريق اللوليست اللي حكينا عنهم قبل شوي، وفيها عدد كبير، تقريبا مليون لمليون وإشي، أكثر من مليون فرانكوفون أنتاريان بيحكوا لغة فرنسية، عشان هيك اللغة الفرنسية مشهورة كتير في مقاطعة أنتاريان. في هاي الشغلة لازم تعرفوها، في 5 Great Lakes located between Ontario and United States. أنتاريو واليونايتد ستيت في ليكس، هذه الليك مشهورة جدا، هم 5 وصراحة 4 بين أنتاريو وهذا، هم كاتبين هون 5، هشرح لكم ليش هلا. في ليك أنتاريو، ومنها إجا الاسم للمقاطعة. في ليك إيري، ليك أنتاريو، ليك إيري، ليك هيرون الرابعة والثالثة، وليك سوبيريور الخامسة، ليك ميتشيغان زي ما أنتم شايفين كاتبين لكم داخل يونايتد ستيت، هي مش بين المقاطعتين، بين مقاطعة أنتاريو ومقاطعة أو أمريكا، لا، ليك ميتشيغان داخل أمريكا. فهم فعليا 5 بحيرات، لكن 4 منهم بحدوا بين، أي حدوديا بين أمريكا وكندا. وليك سوبيرا تعتبر أكبر بحيرة في العالم فيها فريش ووتر، ما حلو. خلينا نحكي عن البراري الآن، البراريز. 3 مقاطعات، مانيتوبا وعاصمتها وينيبيغ. مانيتوبا تقريبا عدد سكانها مليون، معظمهم بيشتغلوا بالزراعة والمايننج والهايدرو إلكتريكس باور جينيريشن. وهي زي ما حكينا وينيبيغ العاصمة، وهي مشهورة كتير عندهم في وينيبيغ، في إشي اسمه فرنش كوارتر، في فرنسيين كتير، وفي جامعة حتى غاد اللي هو بومفيس، تعتبر أكبر جامعة في الغرب اللي بتتكلم بالفرنسية. في كتير أوكران موجودين، لأنه انتقلوا غاد الأوكران، خاصة لما صارت بداية الاتحاد السوفيتي.
وفي عدد كبير من الأبوريجينال موجودين في هاي البروفنس حوالي 15%. المقاطعة الثانية ساسكاتشوان، وهي من المقاطعات حتى اسمها غريبة هيكت، بس كانت هي مرتبطة بألبرتا، بعدين انفصلت صاروا مقاطعتين، وبسموها The Bread Basket of the World، هي مصنعة أو سلة القمح أو سلة الخبز للعالم، لأنه بتصدر حوالي 40% أو أكبر ويت بروفنس، القمح، مصدرة للقمح في العالم، هي أكبر مصدرة للقمح وللأويل سيدز أو الحبوب اللي بتسوي من بسوي منها زيت، خاصة الكانولا أويل. طبعا مشهورة باليورانيوم والبوتاس، هدول الشغلات واللي بيستخدمون في الـ في الـ في الفيرتيلايزنج، اللي هي تبعت التربة اللي بخصبوا التربة فيها، وبرضو عندهم أويل وناتشورال غاز الآن بدأوا يستخرجوهم. مدينة ريجينا هي العاصمة تبعت المقاطعة، وفيها أشهر كوليج للكنيديان ماونتين بوليس أو الـ RCMP، الشرطة الكندية الملكية، وفي مدينة اسمها ساسكاتون، هي أكبر مدينة وتعتبر من عاصمة التجارة والصناعة في المقاطعة. مقاطعة ألبرتا هي من المقاطعات أو المقاطعة الثالثة في البراري، تعتبر ثالث أكبر مقاطعة في كندا، ومشهورة لوجود ليك اسمها ليك لويس، موجودة في الروكي ماونتنز، من منطقة جميلة جدا رحتها بالفترة بسيطة، سميت على اسم The Fourth Daughter of Queen Victoria. وألبرتا في عندهم طبعا ناشونال باركس مشهورة، واحدة منهم اللي بانف ناشونال بارك اللي فيها لاك لويس، وطبعا قريبة جدا على الماونتين روكيز أو جبال الماونتين المشهورة. أشهر إشي في هاي المقاطعة اللي هو أويل أند غاز، يعني كانت بومينج لفترة طويلة، خاصة أنه تصدير النفط كانت أكبر مصدر نفط لكندا من كندا، من أحد المقاطعات الكندية، ولكن طبعا الأجريكالتشر موجود، الزراعة، لكن أكبر شيء كان موجود اللي هو الأويل أند غاز، بعدين بيجي الأجريكالتشر، وآخر إشي البيف برودكشن، تعتبر من أكبر مصدرين لحوم البقر في العالم. عاصمتها كالجاري، عاصمتها سوري أدمنتون، ولكن أكبر مدينة فيها كالجاري، أدمنتون هي العاصمة. الويست كوست اللي هي من أكبر أو من آخر المقاطعات اللي موجودة في الجنوب الكندي، تعتبر مقاطعة بريتش كولومبيا، هي المقاطعة الوحيدة في البريتش كول أو بي سي، وهي موجودة على الباسيفيك ماسيفيك أوشنز. تعتبر هاي المقاطعة آخر مقاطعة زي ما حكينا، فيها حوالي 4 مليون، ومدينة فانكوفر هي أشهر مدينة موجودة فيه، لأنه فيها بورت مشهور أو ميناء، ولكن العاصمة لهذه المقاطعة اللي هي فيكتوريا، مشهورة في التخشيب، الخشب، طباعة النيوز بولب اند بيبر زي ما حكينا، برودكتس المايننج، فيشنج، هدول الأشياء، الفروتس، حتى عندهم واين اندستري زي حكينا أنتاريو. في عندهم باركس جميلة جدا، في عندهم حوالي 600 بروفينشال بارك، فمدينة مقاطعة جميلة جدا، وتعتبر من أشهر أو من أفضل المقاطعات، خاصة مدينة فانكوفر كجو. طبعا التشاينيز موجودين، خاصة الايجين والتشاينيز أكتر إشي موجودين في هذه المنطقة، بعديهم بيجي البنجاب، وهذه اللغتين هم أكثر لغتين محكيات بعد اللغة الإنجليزية في هذه المقاطعة. زي ما حكينا الكابيتال هي فيكتوريا، وهي الهود كوارتر للباسيفيك نيفي فلي، حكينا هاليفاكس في الشرق وفي الغرب،
النيبي. الآن بدنا نحكي سريعاً في الصفحة 50 عن النورثن تيريتوريز. النورثن تيريتوريز أو المقاطعات الشمالية ثلاثة، هي مش مقاطعات سموها تيريتوريز. خليني بس أشوف إذا في أسئلة. الله يعطيك العافية، يسعد أيامك، حياكم الله. Can you assist any work contract؟ لا أنا مش مستشار هجرة، فعشان هيك ما حقدر يا محمود. عشان هيك أنا عارف معظم الناس اللي تطلب لازم تأخذ استشارتك من مستشار هجرة. بماذا تمتاز مقاطعة ألبرتا؟ مقاطعة ألبرتا تمتاز بالنفط، هي أكبر مصدر للنفط في كندا، وتعتبر من أكبر مصدرين النفط في العالم، يعني أعتقد إلى رقم 6 أو 7. الناس اللي قدمت للآن الهجرة في 2019 الآن ما طلعت نتيجة، هل هو وقت مؤقت؟ ويريد تحدث عن المساعدات القدم. هذه في حلقة أخرى يا أخ سامر، في عندنا برنامج يوم الجمعة مع مستشار هجرة، ممكن تحط شو اسمه سؤالك في هذاك البرنامج وحنجاوبه أكيد إن شاء الله. نحكي عن النورثن تيريتوريز. النورثن تيريتوريز هم ثلاث، الأولى نورث ويست تيريتوريز، الثانية نينيفيت، والثالثة يوكون. أوكي، هذول الثلاثة في شمال كندا بعيش فيهم في الثلاثة مع بعض مجتمعين 100,000 شخص. طبعا انشهروا في المعادن خاصة الذهب والفضة والدايموند والزنك، معظم هاي الشغلات فيهم بعض الأويل أند غاز، بس شوية صعب استخراجهم، عم بيحاولوا الآن يستخرجوهم. بسموهم The Land of Midnight Sun لأنه أنتوا بتعرفوا في الشمال عادة الشمس بتضلها ساطعة في الأماكن، في حتى بكون عندهم الشمس تسطع إلى 24 ساعة بضوء النهار في الصيف، وبالشتاء العكس أحيانا بتكون مظلمة طول النهار. فهم يعتبروا من الأركيتكت في الدائرة القطبية الشمالية، وطبعا جوهم بارد شوية، فعشان هيك السكان فيهم قليلين، معظم السكان غاد السكان الأصليين. نحكي معظمهم بيشتغلوا بالهانتينج، الصيد، صيد الأسماك، وطبعا ترابينج والإنويت نحكي عنهم شوية هلأ. يعتبروا هم أكثر ناس موجودين في مقاطعة نينوي. اوكي، خلينا نبدا في يوكون. يوكون معروفه في الـ في الـ في المايننج، خاصه صار شغله اسمها جولد رش، الناس كثير اجت على يوكون عشان يستخرجوا الذهب في 1890 تقريبا، ولكن طبعا خف هذا الموضوع الان، ما في هذا الشيء. يوكون لحد الآن المايننج بشكل عام، لكن اندستريال مايننج موجود فيها، وهي أقرب ما تكون على ألاسكا، قريبة ألاسكا زي ما حكينا، وعاصمتها وايت هورس أو الحصان الأبيض. طبعا عدد سكانها لا يتجاوز كل يوكون 30-35 ألف نسمة. سجلت فيها أقصى وأبرد درجة حرارة في العالم على الأرض، أعتقد في 1963 أو بالستينات 63 درجة مئوية تحت الصفر. هذا مونت لوغان، هذا يعتبر أعلى موجود في يوكون، يعتبر أعلى جبل في كندا، أعلى جبل في كندا. سمي لوغان للجيولوجيست اللي ولد في موريال، وهو اللي اكتشفه وسمي على اسمه. المقاطعة الثانية النورث ويست تيريتوريز، طبعا شايفينهم في دب قطبي فعلا، حتى البليت تبع السيارات عندهم النمرة على شكل دب. النورث ويست تيريتوريز بيختصروا لها NWT. طبعا هي كانت أكبر الكابيتال تبعتها يالو نايف، 20,000 نسمة في يالو نايف،
وبسموها the diamond capital of the North America، أو الجوهرة أو اللؤلؤة، مش عارف تسموها، تبع شمال أمريكا، شمال أمريكا، أمريكا الشمالية، لأنه عندهم هذه، شايفين هذه الأضواء بتصير في الصيف والشتاء. معظم الناس اللي عايشين غاد أبوريجينال من دينيو إنويت وميتيس، ميتيس حكينا هم المخلوطين، في نهر اسمه ماكينزي ريفر، طوله 4200 كيلومتر، هو ثاني أطول نهر في نورث أمريكا بعد الميسيسيبي ريفر. أوكي، تتذكروا غاد في سان جونز ريفر سيستم، هو ثاني أكبر ريفر سيستم في كندا، هذا سكند لونجست. أوكي، وطبعا طوله حوالي أندرين. أوكي، هذه الكمية. آخر مقاطعة اللي هي نينيفيت، وفيها حنخلص الصفحة هاي، معلش طولت عليه كل يوم. نينيفيت معناها أور لاند أو أرضنا، وهي في إنكتيفيت اللي هي اللغة تبعتهم، تم تأسيسها سنة 1999، استقلت عن النورث ويست تيريتوريز وصار لها مقاطعة خاصة، الكابيتال الإجلويت اللي بسموها، ومعظم الناس عايشين غاد بتكلموا اللغة الإنجليزية أو اللغة السكان الأصليين اللي هم إنويت. معظم سكانها 85% إنويت، اللغة تبعتهم إنكتيويت، وهي اللغة الأكثر، وهي اللي تدرس حتى في المدارس. معظم الناس عايشين غاد في على الفورستري والصيد الحيوانات. الكنديان رينجرز هم معظمهم في الشمال، في شمال كندا، بحافظوا على البيئة وبحاولوا انهم يساعدوا الناس اللي موجودين، يعني زي تقريبا البوليس، بس هم ميليتري، بحاولوا انهم طبعا الاماكن هاي شاسعة، فهم بيساعدوا الناس اللي موجودين في هاي الاماكن زي ما انتم شايفينهم هون. الرينجرز معظمهم من الانديجينس بيبول، عندهم معلومات، بيعرفوا كيف يعيشوا في هاي المناطق، بيعرفوا كيف يمشوا بالثلج، بيمشوا بسنوموبيلز اللي هم السيارات الثلجية معظمها في الوينتر، وبنتقلوا من الشمال، من أقصى الشمال إلى الجنوب، وممكن بالصيف. طبعا المشكلة في هذه الأماكن بالصيف، هم بيبعتوا لهم الأكل والأمور هاي، حتى العفش بنتقل لهم بالطيارات، وبالشتاء خلاص ما بيضطروا حتى الطيارات يروحوا لهذيك المناطق، فهي مناطق تقريبا معزولة. بهيك بكون خلصنا الحلقة هاي. الحلقة الجاي حيكون مراجعة سريعة، وإن شاء الله رب العالمين نقدر نخلص بعد حلقة وحلقتين الكتاب هذا عشان تستفيدوا. إن شاء الله بتكونوا، لا ولا يهمكم، أنا بالعكس مبسوط. أنا ساكني في كندا منذ 11 سنة، زوجي أخذ الجنسية وأنا لأسباب صحية وحالة ما عندي الليفل 4 ولا أستطيع أن أدرس، لأن عملت 4 عمليات للظهر، فما الحال؟ ما بتستطيع تدرسي، لازم تأخذي ورقة من الطبيب، والطبيب وتقدميها لهم، وإذا هم بنظروا في السيتيزنشيب بنظروا في موضوعك، إذا اقتنعوا في الورقة تبعت الطبيب ممكن يعملوا لك انترفيو ويشوفوا كيف الموضوع، لأنه شوي بيختلف، يعني الحالات هاي مش ستريت فورورد. كيف تحصل على هذا الكتاب؟ الكتاب هذا موجود أونلاين، بس بتدخل على خلينا أورجيكم جوجل. طيب عشان أورجيكم إياه معاي لايف. هذا سؤال جيد، أنا حكيته في أول حلقة. أوكي، تكتب هون discover Canada،
بس تضغط عليه أول لينك بيطلع لك اللي هو canada.ca، بيطلع لك هذا الكتاب very easy. في عدة طرق تأخده، في تقدر تقرأه أونلاين، تقدر تنزله PDF، تقدر تسمع له سماعا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، تقدر تعمل له داونلود، وتقدر تعمل له أوردر بحيث إنه يوصلك على البريد هارد كوبي. فالموضوع سهل جدا جدا. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا إن شاء الله بتمنى إنكم استفدتوا من هاي الحلقة. معلش كانت حلقة طويلة، بس بهيك أنهينا الكتاب، ولكن الحلقة الجاية حتكون مراجعة سريعة للكتاب، حعملكم زي تلخيص للكتاب، وإن شاء الله رب العالمين تكونوا استفدتوا. السلام عليكم، تابعونا في الحلقات القادمة.